السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق دوري أبطال إفريقيا. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بس هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع بين فريق بيراميدز المصري وفريق نوازيبو الموريتاني. في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بس هذه المباراة المهمة. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة على قناتنا بجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.